السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سأحكي لكم قصة وقعت هذا الأسبوع، بالإضافة كذلك سأشرح لكم كيف تحمون أنفسكم. نعم، هاكر جنني بكل ما في الكلمة من معنى. فدعاني قبل أيام أحد الإخوة إلى منزله لكي أصلح له مشكلة الواي فاي، وأن شخص ما يخترق شبكته على الواي فاي. فعلا لبيت طلب، دارت عند صديقي، دخلت إلى منزله وغيرت الباسورد. يعني هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تطرد أي هاكر من شبكتك، أنك تغير الباسورد. واقترحت عليه أن يضع باسورد قوي، وفعلا وضعنا باسورد قوي على مستوى هذا الواي فاي. لكن المفاجأة إخواني أنه بعد مضي فقط دقيقتين أو ثلاث، يعني بعد يعني أن انصرفت من المنزل مباشرة، فإذا بصديقي يتصل بي مرة أخرى ويخبرني أنه لازال شخص ما متصل بالواي فاي. فعندما يقوم بفحص الشبكة يجد أن شخص ما موجود في الشبكة. فاستغربت، عدت إلى المنزل، فعلا وجدت أن شخص ما أو شخص غريب يتصل بشبكة الواي فاي. قمت مرة أخرى بتغيير الباسورد، فإذا به كذلك مرت بعض الدقائق، هوب اخترق الواي فاي مرة أخرى. فجننت. على العموم يعني طلبت من الصديق أن، لأن عندي يعني جدول الأعمال كان جد ممتلئ ذلك اليوم، طلبت منه في أن بعد أن أنتهي سأزوره مرة أخرى وسأرى أين يكمن المشكل. فعلا استغربت، بحثت هل توجد ثغرة جديدة في بروتوكول تشفير الواي فاي أو ماذا هناك، لأنه من المستحيل كيف أن هذا الشخص مباشرة بعد تغيير الباسورد يخترقه مرة أخرى. وفي النهاية اكتشفت شيء صراحة لا أعرف إذا كان هذا الشخص يعني فعلا اكتشف هذه الطريقة من نفسه فهو ذكي، أما إذا كان فقط أخذها من يعني فيديوهات أو شيء من هذا القبيل فتبقى فعلا يعني طريقة ذكية. اكتشفت إخواني أخواتي على أن هذا الشخص بعد أن يقوم باختراق الواي فاي أو عندما اخترقه للمرة الأولى، ما يقوم به هو أنه يذهب إلى إعداد اسمه دين دينس أو دايناميك دينس. موجود هذا الخيار، موجود على أغلب أجهزة الروتر التي نستعمل. وما يقوم به إخواني أخواتي أنه ينشئ حساب في يعني في موقع مثل نو آي بي أو داين دينس أو غير ذلك من المواقع، ويسجل دخوله بذلك الحساب في جهاز الروتر. وعليه فحتى إذا قمت أنت بتغيير باسورد على الواي فاي، فهو يضمن بذلك الحساب الذي حقنه في جهاز الروتر الضحية، يضمن أنه يستطيع الدخول مرة أخرى إلى جهاز الروتر حتى إذا يعني تغير الآي بي يمكن أن يدخل مرة أخرى، وحتى إذا غيرت الباسورد الواي فاي يمكن أن يدخل مرة أخرى. ثم بعد ذلك يذهب إلى إعدادات الواي فاي، ينقر بزر الفأرة الأيمن Inspect Element ويظهر له الباسورد القديم. وعليه فيحصل كل مرة أو يحصل على الباسورد عفوا الجديد، يعني كل مرة تغير الباسورد نفس الخطوة التي يقوم بها. وهنا إخواني أخواتي وجب الانتباه من هذه الطريقة، وطريقة الحماية منها هي بسيطة جدا. فأول شيء إخواني أخواتي بعد أن تدخل إلى جهاز الروتر، وكل جهاز روتر يعني شكله أو شكل نظامه يتغير، نظام تشغيل يعني لا يمكن أن يكون نفس جهاز الروتر الذي يظهر الآن على الشاشة، اللهم إذا حلفك بالحظ وكان نفس الجهاز نستخدمه مع يعني معنى. فبمجرد أن تدخل على الجهاز تذهب وتبحث عن خاصية اسمها دين دينس أو دايناميك دينس، إما ستجدها باسم دي دي ان اس أو دي واي ان اس، أو ستجدها بمكتوبة هكذا دايناميك دينس. بمجرد بعد أن تدخل تأكد أنه لا يوجد حساب مربوط على مستوى هذه الخاصية. نقطة أخرى، من الضروري جدا أنه تغير باسورد الروتر، لأن هذا الهاكر عندما كان يعني يستخدم دايناميك دينس أو عندما كان يستخدم هذا الرابط في تسجيل الدخول إلى جهاز الروتر، فالروتر يطلب منه دائما الباسورد أدمين والباسورد، وكان يدخل ديفولت باسورد أدمين أدمين وكان يسجل الدخول إلى جهاز الروتر. إذن هذه الطريقة إخواني أخواتي تمكن الهاكر في كل مرة، يعني حتى إذا غيرت باسورد الواي فاي مليون مرة سيسجل دخوله إلى جهاز الروتر، لأنه يمتلك عنوان الاي بي الروتر، وفي كل مرة تطفئ الروتر ويتغير الاي بي يعطيه الاي بي الجديد ويستطيع أن يسجل الدخول ويستطيع أن يغير
أو يحصل على باسورد الواي فاي. أتمنى إن شاء الله أن هذه القصة كانت مفيدة، أنكم استفدتم من هذه النصائح. لا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك، سبسكرايب على القناة إذا كنت هذه أول مرة تتابع فيها أمير الرغيب على مدونة المحترف. أزيد من 3 مليون مشترك على قناة اليوتيوب، يمكنكم كذلك متابعتي على صفحاتي المليونية في شبكات التواصل الاجتماعي التي ستجدون روابطها في الأسفل. إلى لقاكم فيديو قادم بإذن الله، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.